وهلا حديث البلد مع سعد رمضان. كيف هالغنية على الدخلة؟ بسمعك يا سعد، كيف هالغنية؟ بتجنن يا سعد لو تشوفها وتشوفك شي بماني بشاي لابسة البرال يا سعد شاي بني طبق واطي شوي. هاي انا طلبت لك اياها سبيشال ريكويست حبيبتي. اول شيء في معرفة سابقة مع الوزير؟ لا، مع الوزير اول مرة بلتقى انا وياه هون، بس شرفت معرفتك كثير. حضرتك حضرتك يعني مع الوزير وعلى برشا لك زيارات. كنت لازم استعين فيه انا هذيك الساعة وقت اللي ايه ما انا كنت مزبوط على الغنية. هلا رح يساعدني. ايه والله. طيب يلا ملحوقة، بدك تغني غنية انت وجهاد أزعور، لأنه أنا شفت صراحة الزيتات ضايقن أنجأ براس الملعقة وسكت. اها ايه شو بدنا نغني شيء موال هيك هيك عم نحكي عن الكاس و بدنا يعرفه هو. بده يعرفه هو. قل له شيء هلا على الهين. شو حابب شيء موال؟ نقدر نغني أنا وياك. شو الموال اللي براسك؟ شيء لوديع صافي مثلا أو شيء. روح. روح. رح ألفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات، بتطير يا عصفور عكوخ من وزان، غياب سقف زهور مفروش بالعنبر، حب الند الأخضر دني ظلال ظلال دني ظلال ظلال. الله برافو. ميرسي انك ساعدتني. انا ساعدتك. ليك عمل ليبسينج، انا شفته عمل ليبسينج بيعرفها للغنية. سعد رمضان اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت فنان لبناني حصدت شعبية كبيرة بفضل صوتك الرائع، احساسك العالي، اغنياتك المميزة وشخصيتك القريبة من القلب، وانت ضيفنا الليلة بعد اصدار كليب احساسك صنم اللي صورته بالبانيا. صح. سعد ايه البانيا؟ كيف إلك البانيا؟ بحياة ربنا. اخذني البانيا لهونيك. والله والله هيك الهيئة، هيك الهيئة البانيا. حسك البانيا. سعد، بعد اربع كليبات مع سيلفانا المولى اللي بدنا نهنيها بعرسها اليوم، هلا ونتمنى لها التوفيق. بعد بكره. بعد بكرة يعني. قال ألف مبروك. أكيد ألف مبروك. شو اللي أخذك عند مخرج أجنبي وعلى ألبانيا بالذات؟ صح، هي القصة إجت فجأة، كلها فجأة فجأة. بتعرفي على السوشيال ميديا هلا صار بتحسي كثير ناس بتقرب من بعضها، بتتعرف. فبيوم من الأيام في شخص عمل لي لايك على البروفايل، فت لعنده، طلعت سوني ملاج. سوني ملاج هي أهم فنانة بألبانيا. هلا رح حتى نعرف مين سوني ملاش، أنا طلبت منهم يحضروا لنا صورتها حتى نشوفها على الإكرام، مشان الحكي مش مثل الشوفي. هيدي المخلوقة. شو ميشيل، المرة الجاية أنا وياك نطلع. هيدي المخلوقة عملت لك لايك؟ شوف أنا بحب المشاهد يفهم يعني الضيف عن شو عم يحكي، عن شو عم يحكي، تفضل. فالمهم عملت لي لايك على البروفايل تاعولي، فكنت عم شوف شو هالصور. شو هيدا؟ لا كثير حلوين. كثير حلوين. رحت لهونيك هلا انت يعني؟ رحت. وشفت هيدي المخلوقة. سوني هي بلجنة اكس فاكتور كمان. ايه. ف كورية ولا سوني اليابانية؟ لا الاصلي. لا الاصلي. 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 فتعرفنا على بعض، فت على البروفايل تاعولها كمان، عرفت انه هي فنانة ومعروفة. عندها فولورز كثير. كثير فولورز، وشفت صورها وهيك وحتى على اليوتيوب وهيك، وصرنا نحكي سوا. فصرنا اصحاب، فعم بتقول لي انه عم بقول لها انه بدي صور كليب
احساسك صنم قريبا وهيك، قالت لي ليه ما بتجي على البانيا وانا عندي كونتاكت هونيك، ومنه هيك شوي بتغير لان غير جو. اوكي ايه غير جو الواحد. ف طبيعي طبيعي. فقلت لها اوكي، وحكينا مع شركه الماكس برودكشن اللي هي اهم شركه اخراج بالبانيا وبكوسوفو وبكل هالمناطق هونيك. في مخرج اسمه بلندي، هو اسمه بلندي بس هو عنده شركه الماكس برودكشن بيمضيها ماكس صح 100%. هي من اهم الشركات هونيك. فقلت انا انه اول شيء انا بحب اعمل اشياء جديده، يعني بحب دل جرب على طول. جربت؟ جربت ايه كثير حلو. ايه كثير حلو الشغل معلوم. الكليبات تبي لا اكيد. ف والبنات كثير حلوين هونيك. ايه جربت عم بقول لك. لا ما جربت انا عم ما تقولني شيء ما قلته انا مش لا غريب عن جد عن جد. هلا بتشوفوا بالكليب حتى البنت اللي مثلت مع الكليب غريب شو في جمال عن جد، شو في بنات حلوه هونيك جد جمال مش طبيعي. طيب عرفنا انه في مشروع هلا ديو بينك وبين سوني بس عم بتحضر على نار هاديه مزبوط؟ صح يعني الفكره موجوده وحكينا بالموضوع، هلا لنشوف كيف ايمتى بده هيك نظبطها لحتى او النار شوي صغيره من لا خليها على نار هادي احسن تطلع احلى طبخه تطلع الطبخه مصريه اكثر. ما بدكم انا بحبها على نار هون احسن ما تحترق. بس عن جد الدنيا صغيره صارت بهالسوشيال ميديا. صحيح ما شغله مش على الخاطر يمكن ولا على البال. سعد قبل ما نكفي نحن وياك خلينا نشوف نحن ومعالي الوزير هالمشاهد من كليب احساسك صنم، كلمه علي المولى جونيور، الحان صلاح الكردي واخراج ماكس برودكشن وتوزيع صلاح الكردي كمان وكمان توزيع صلاح الكردي بس حتى نقدر نشوفه. على فكرة الكلمات كمان رائعين. بدي أطلب منك تطلع بالكاميرا وتقول بلاير باسم صح. ما زالوا أحساسك صنم والرقة بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم أنت يا شمس وجوع تعتم يا غدر وخلقة سميها انت. بس انا بدي اساله سؤال لسعد. ايه انا على طول بسال حالي وقت بشوف كليب مين بيقرر شو بده كيف بدها تكون المخرج ستوري بورد المخرج والمطرب يعني لانه بعض المخرج بلاقي الغنيه محل والكليب صح. المخرج انا المخرج بيعطيك الفكره وانت بدك تقبل الفكره. ممكن انت يعطيك فكره ما بتلبق لك لإلك اصلا. انا يعني في كثير اشياء انا بالكليبات ما بعملها لو مدري شو بده يصير بيقول لي مثلا هيك المخرج ما بعملها. في شيء اذا اعطاني فكره انا لقيت حالي فيها ولقيتها حلوه كذا بنتفق عليها. اذا بدها تعديل بنعدلها، اذا اوريدي من الاساس مش عاجبتني بنرجع بنغيرها بنعمل فكره ثانيه. يعني لازم يكون في تنسيق بين اثنين. يعني سعد بنشوفها كثير منسجم بالكليب مع الموديل اللي هي من كوسوفو ميموزا. شو اسمها؟ ميموزا. كثير ناعمه يعني مثل الميموزا اللي الموزي. بس ولا مرة فشيت لنا خلقنا وقلت لنا بحديث البلد انك مرتبط مغروم معجب. لانه عم بتثاقب بس لاجي حديث البلد تكون مغروم تكون فاكس فاكس الموضوع. انت فاكس اخر مرة انت عم تثاقبها قبل حديث البلد يعني يمكن ايه لحتى ما تسالوني لحتى اكون صريحة. انت وجاي كذب انت وجاي فكست ايه فكست هلا قلت لها خلص قلت لها ما بدي هلا واصل على حديث البلد بعد حديث البلد بنرجع لبعض شوفك بعد الحلقة. يعني بالك مش مشغول على حدا؟ لا هلا لا. سعد برصيدك العديد من الاغنيات، خلينا نتذكر ابرزها بهالميوزك ستوري. يلا يا عيني بكبيا
بدي احكي لك انا حبيتها ومش رح اخبي نويلة اختيارة مهضومة وحركي اسمع عن الماضي اختي بالمنقى المشغولة وامي عم تشبل تبولي وتعلى السقف ودق طبولي وتبقى الساحة والعالي شو قول لرب السماء يحمي لعينيكي حس الطهر كله ارتمى كفوف ايديكي دخلك يا الله تحميها من عيني